طيبين. العيلة ليها جو خاص كده. صواريخ هتضرب في الجو وعيال صغيرة تخرج من الشارع تجري. ايه يا عم انت في ايه؟ نرمين هانم والعيلة مستنيينك ورايا. مفيش حاجة مش هقدر اعملها لك. لسه عندي حتة شغل. بصراحة ما لسبتوش في السيما، بس بيقولوا عمل شغل حلو في التلفزيون. عايز اتفرج معاه. ده أحلى المفاجأة. الترفيه مهم جدا. أنا هنا بمنتهى السعادة. لو لسه ده أنا هزوي الهواية. عايزك تعتبرني الفانوس السحري اللي طلع لك. أنا عارف إنها حاجة تخض. ما حصلش قبل كده ومش هيحصل بعد كده. حتى لو مش عارف أنام النهاردة من الفرح. إحنا على كده بقى هنقعد للصبح. صبح وظهر وليل وحتى بعد ما ينام.